بسم الله الرحمن الرحيم. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا كويسين. زي ما انتم شايفين كده هنعمل مع بعض النهارده تورتة الريد فيلفت. بنخش على التفاصيل على طول. معانا نص كيلو دقيق ريد فيلفت جاهز، اللي هو الاسبونج، وكوباية لبن، واربع بيضات، وفانيليا. معلش سامحوني، صوتي لسه تعبان والله. هننزل بالاربع بيضات كده، طبعا حطينا البيض في بولة كبيرة، وهننزل عليه بالفانيليا، نقطتين تلاتة فانيليا سايلة كده، وهنضرب كويس جدا. نفضل نستمر في الضرب كده لحد ما لون البيض يتغير، واحدة واحدة ننزل باللبن عليه. طبعا الاسبونش الريد فيلفت بيجي طبعا عليه كل حاجة، اللون والبيكنج باودر. وهنا طبعا هننزل بالزيت حبة حبة، نص كوباية زيت مع كوباية لبن كبيرة، واربع بيضات عليهم نص كيلو الاسبونش بدل اللبن. على فكرة ممكن نحط كوباية زبادي، عملتها قبل كده معاكم بكوباية زبادي مش بلبن، ده او ده عادي يقضي الغرض، مفيش مشكلة يعني. هننزل طبعا بالسبونش واحدة واحدة، نستمر في الضرب. طبعا اللون ابتدى يبان معانا اهو كده، خلاص ضربناها كويس، مش محتاجين يعني مضرب كهرباء، بايدينا كده بالسباتيولا او بالمضرب عادي يقضي الغرض مفيش مشكلة. معانا هنا الصينية بتاعت التشيز كيك مقاس 23، هننزل بيها بالسبونش، نحط فيها الاسبونش الجاهز معانا ده بتاع الريد فيلفت، ندخله بقى في رف اوسط، في الرف الاوسط بتاع الفرن على درجة حرارة 180، نخبطها بس خبطتين عشان لو فيها اي هواء يطلع منها. ندخلها الفرن بقى وارجع لكم على طول. هنا طبعا اثناء ما هي في الفرن هنعمل مع بعض الكريمة بتاعتها. معانا 6 قطع جبنة نستو، كوباية كريم شانتيه، كوباية لبن متلجة سوري، ومعلقتين سكر، ومعلقتين باسترا كريم. هننزل بالجبنة النستو كده، نضرب بقى بالمضرب الكهربي كده نفتفت النستو، ممكن نستو او كيري او جبنة كريمة، اي جبنة معاكي بتدينا تيست حلوة قوي. وهننزل كده بالسكر البودرة، نص كوباية سكر بودرة، هنضربه مع الجبنة عشان يدينا الطبقة الكريمية ديت. نستمر في الضرب لحد ما الجبنة تتفافت معانا تبقى كريمة هي والسكر البودرة. ننزل معلقتين باستري كريم، برضو مع استمرار الضرب ما نفصلش خالص المضرب واحنا شغالين. حط برضو كريم الشانتيه برضو معاها واحدة واحدة، واللبن المتلج بقى نحطه ونضرب بقى على طول. احنا كده خلطنا المكونات اللي كانت صحيحة معانا شوية، اللي هي الجبنة مع السكر.
المرحلة دي بس هي اللي بتاخد معانا وقت، هي مرحلة الكريمة بتاعة التزيين. نفضل بس نضرب فيها كده عشان المكونات كلها تاخد الطعم الكريمي، عشان مبقاش فيه زي ما انتم شايفين كده النتيجة بتاعتنا اهيت. طبعا ما بيبقاش فومه عالي قوي زي ما بيكون كريم شانتيه لوحده، الجبنة مهبطاه شوية بس طعمه حكاية بصراحة. هنشيل شوية كده منهم نحط عليهم لون عشان التزيين، نحط عليهم لون أحمر. ننزل بقى كده بنقطتين لون أحمر عشان يدينا اللون مش الأحمر قوي يعني، يدينا لون البينك شوية كده للتزيين. هنضربهم برضو كده نزود بس نقطة شوية كده، عايزة أغمقه سنة عشان حاسة ان هو فاتح شوية. بس خلاص كده نشوف بقى الكيكة اللي في الفرن. طبعا الكيكة هنا كانت طلعت وبقى لها مثلا بتاع 3 ساعات ولا حاجة وبردت. هنقشر كده الوش بتاعها زي ما عملنا قبل كده في القناة برضو على الجاتو مش التورتة، هي نفس النتيجة. ناخد الوش بتاعها عشان نضربه ونزين بيه، نقشر كده الوش واحدة واحدة عشان ما تتقطعش مننا. هنسويها كلها زي ما انتم شايفين كده سويناها، هنقطعها بقى واحدة برضو واحدة. انا هقطعها على 2 بس زي ما انتم شايفين كده، هي هشة وجميلة وطعمها طب كان رائع بصراحة. انا نحط بقى الطبقة اللي تحت اللي من فوق هنحطها من تحت، ونجيب الكريمة عشان نزوقها. طبعا تورتة الريد فيلفت ما بتحتاجش تتسقي كتير لان الكريمة بتاعتها بتبقى طرية وحلوة قوي. فهنحط طبقة كريمة كده في النص، نوزع الكريمة كويس ونروح حاطين النص التاني عليها، وبرضو نوزع بقية الكريمة عليها كلها كده. طبعا احنا مش هنبالغ في التزيين لان هي كده كده هيتحط عليها الفتافيت اللي زي ما قلت لكم كده بتاعت الوش بتاع التورتايه. انا هنجيب كده حبة بين ايدينا ونحطهم في الجوانب ونرشرش الباقي من فوق الوش. تزيين عادي خالص خالص خالص، مش محتاج يعني محترفين. في النهاية نتيجة الطعم بتبقى حكاية بصراحة، ومكوناتها بسيطة ومش مكلفة زي ما هنجيبها من برا. لو هنجيبها من برا اقل تورتاية زي ديت ب 250 ولا 300 جنيه. فطبعا احنا عملنا هوت الكريم شانتيه الالوان، نعمل بيه روزتات كده بس يدي شكل. روزتات كده داير داير حوالين التورتايه. طبعا التورتايه دي انا كنت عاملاها في رأس السنة بس للأسف كنت تعبانة معرفتش انزلها فملحوقة يعني، اديني نزلتها اهوت. هنا بقى كنت عايزة اجود واعمل صف كمان، بعد كده رجعت قلت لا هي كفاية عليها صف واحد بس روزتات كده حوالين التورتاية، لقيت شكلها مش هيبقى حلو. دي كانت النتيجة النهائية للتورتاية زي ما انتوا شايفين كده، وكان طعمها حلو قوي. بتمنى طبعا تجربوها، طريقتها سهلة وبسيطة. ما تنسونيش في اللايك والشير والسبسكرايب لقناتي. مع الف سلامة.